أحييكم في كل مكان سادتي المشاهدين. ما زال ملف رئاسة مجلس النواب حاضر على طاولة النقاش منذ أشهر طويلة، وصولا إلى لحظة الحديث إلى إمكانية أن يكون هناك اتفاق وعملية انسجام بين مختلف الأطراف السياسية للذهاب باتجاه مرشح واحد. القوى الكردية تلوح بضرورة أن يكون هناك موقف حاسم للقوى السياسية السنية، على اعتبار أن الإطار التنسيقي قد بين موقفه أيضا بشكل مباشر وواضح هو الآخر حينما عبر عن رغبته بضرورة أن يكون هناك عمل على الدخول في جلسة منتظرة لانتخاب رئيس بديل عن السيد الحلبوسي من خلال الاتفاق على مرشح واحد. في استوديو العاصمة لهذه الليلة نسأل هل الأمور ذاهبة باتجاه أن يكون هناك عمل وتنسيق وتواصل مشترك من قبل كل الأطراف السياسية لحسم هذا الملف المعرقل والمتأخر منذ فترة ليست بقليلة، وكيف سيكون هذا الحسم، ومن الذي له القدرة على إنهاء هذا الملف بشكل سريع، وماذا لو ذهبت الأمور باتجاه تعقيدات أكثر، ومن الرابح ومن الخاسر في المعادلة التي تتمثل في الصورة الموجودة الآن، وهي استمرار السيد المندلاوي بإدارة الجلسات لحين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية. أحييكم وأناقش هذا الملف مع ضيوفي هنا في الاستوديو الأستاذ محمود الحيان. ورحب بحضرتك أستاذ محمود، كل الترحيب حياك الله. وأيضا سيكون معنا عبر سكايب الدكتور مجاشع التميمي، ورحب بحضرتك كل الترحيب دكتور مجاشع حياك الله. وسيكون معنا أيضا الدكتور عمار الجميلي عن تحالف تقدم. خلينا نبدأ من حضرتك أستاذ محمود، هل يمكن أن نتوقع أن يكون هناك حسم سريع لهذا الملف، ملف رئاسة مجلس النواب، أم أن المعطيات المؤشرات تقول أن الأمور ذاهبة باتجاه أن يستمر الوضع الحالي وأن يبقى المجلس بدون رئيس بالأصالة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية السلام على حضرتك حياك الله والضيوف الأعزاء وحضرتكم جمهوركم الكريم. حقيقة الوضع يعني البرلمان يعني أصبح وضع يعني غير مقبول ولا يمكن السكوت عليه، لأن تعرف اليوم صار انسداد سياسي، ومو انسداد سياسي، صارت ظلمة سياسية بالعراق وثلمة بالعملية السياسية. 6 أشهر تقريبا ونص احنا لم نستطع اختيار رئيس برلمان، كيف ستدار أمور الدولة وتشريع القوانين وغيرها؟ وشفنا احنا المشاكل اللي حصلت والهرج اللي أصبح في البرلمان، وأصبحت مسألة العراق و الضرب وصلت إلى الضرب بالأيدي وليس فقط بالألسن. فهذه المشاكل كلها طبعا مخالفة للدستور ومخالفة للقانون، مخالفة للنظام الداخلي. ومشكلتها أنه الخلافات بين هذه القوى، أصبحت الخلافات بين القوى السياسية نفسها، وليس الخلاف يعني بين النواب على مسألة بسيطة، ولا هنالك يعني قوى سياسية تحاول الدفع باتجاه إثارة الخلافات وإثارة المشاكل وتعقيد تعقيدات يعني لم نشهدها سابقا في المجالس السابقة. شنو السبب؟ السبب هو عدم وجود اتفاق سياسي. اليوم اختيار رئيس البرلمان يكون بانه لا، هناك من يقول لك السبب الإطار. هو الإطار هو كل هي منقسمة. لا لا، شوف هي تدعم مرشح على حساب مرشحها. هو حصة مكون سني. شوف اليوم الانسداد اللي حصل يعني واضح انه ماكو نتيجة او حل. امامهم حل واحد اليوم، هو اما ان يحلون البرلمان ويذهبون الى اعادة انتخابات مبكرة حتى نستطيع ان نخلص من هذا الانسداد، او الذهاب الى تعديل النظام الداخلي والاتيان بمرشح تسويه. وانا من قناتك هنا شفت يعني بعض احد الاخوان في احد اللقاءات وياك عرض سيد موضوع كاظم الجحش. نعم سيد كاظم الجحش. سيد كاظم الجحيشي عرض موضوع انه ترشيح السيد عدنان، النائب عدنان الجحيشي اللي هو يمثل السنه في مناطق الفرات الاوسط وهو جزء من التقدم، وهو جزء من التقدم. يمكن انا اشوف في رايي هذا الطرح كان يعني موفق به، لانه حقيقه يعني المكون السني هم جزء من المكون السني اللي موجود في الوسط وشمال العراق، وهم لهم الاحقيه في ان يكون لهم دور ممثل لهم في البرلمان، ياخذون رئاسه البرلمان يعني الفتره سنه يمكن بعد باقي مو اكثر، او سنه وعده اشهر. فيمكن هي ملائمه لهم يعني جت شلون مفصل شلون يقولون تفصال انه حتى يعني تستطيع ان ليش الاسماء الموجوده الان ما عندها حظوظ؟ لا، موضوع السيد المشهداني يعني مرشح قوي ومدعوم من السيد المالكي ومن السيد الحلبوسي، وشفنا احنا اكو اعتراضات على 26 صوت ظهرت قبل ايام انه اكو الى 26 صوت كانت مكتوبه محمود المشهداني وشطبت وحولت للسيد سالم العيساوي.
بعد خروج شعلان الكريم اصبح انسداد يعني حقيقه مشكله لدى حزب التقدم لانه ما عنده هذا المرشح الوحيد. تمام. فذهب الى يعني نقول الاتفاق مع السيد المشهداني بعد تحويله الى خروجه من تحالف السياده وحسم وعزم وذهابه هو بعض الاخوان النواب لتشكيل تحالف الصداره وتحالف مع التقدم واصبحوا كتله نيابيه الاكبر هم، فهم يرون في انه اليوم يعني تعرف احنا نبحث عن الاطار يبحث عن التوافق والاستحقاق. تمام استاذ محمود، يعني ما نظلم الاطار انه هو اليوم الاطار منشق بسبب انه الكتل السياسيه وزعماء الكتل اعطوا فسحه للنواب. جيد هسه هذا انقسام فيه، خليني انتقل للدكتور مجاشع. دكتور مجاشع ارحب بك مره ثانيه واسالك عن الذي يتحمل المشكله الان وعمليه التاخير. لو اردنا ان نفكك المشهد، من بالدرجه الاساس يتحمل؟ القوى السياسيه السنيه ام صاحب القرار قوى الاطار التنسيقي؟ نعم، شكرا جزيلا استاذ علي وتحيه لكم والقناة سامراء. حياك الله. يعني انا من وجهه نظري يعني لا توجد هناك مشكله بقدر ما يوجد هناك مشروع سياسي جديد. هذا المشروع يعني ظهر من بعض القوى داخل الاطار التنسيقي، هم يتحدثون الان عن اغلبيه طائفيه موجوده، وبالتالي هم يعتقدون ان المكون الشيعي هو صاحب الاغلبيه وهو يمتلك يعني على الاقل قوى الاطار التنسيقي لوحدها، وهو يعني الكتل الاكبر يعني لديها اكثر من 186 نائب، هم ومن تحالف معهم، وبالتالي هم يعتقدون ان هناك خطا قد ارتكب خلال يعني في بدايه العمليه السياسيه حينما كان هناك توافقا على مع المكونات الاخرى بحيث يعطى المكون السني منصب احد الرئاسات والمكون الكردي، اضافه الى ان الشيعه يحصلون على يعني المنصب الاهم والرئاسه الاهم وهي السلطه التنفيذيه. اليوم بدات بعض قوى الاطار التنسيقي تتحدث عن ضروره ان يكون هناك تعديل في هذا المشروع، ان يتم الاستحواذ على الرئاسات الثلاثه من قبل المكون الشيعي باعتباره المكون الاكبر، ويعوض وتعوض المكونات الاخرى المكون الكردي والمكون السني والمكونات الاخرى بدرجات خاصه مهمه. انا من وجهه نظري حينما نتحدث ونقول انه ضروره ان يتفق المكون السني على مرشح، هذا يعني ضرب من الخيال، ومن الصعوبه اليوم ان يتم الاتفاق على شخصيه محدده. لهذا انا اعتقد هذه الخلافات ربما هي هو لماذا يطرح هذا السيناريو دكتور مجاشع؟ في الاصل اذا سمحت الدكتور مجاشع، هو في الاصل لماذا يطرح هذا السيناريو امام القوى السنيه بضروره ان تتفق على مرشح واحد؟ ما هو الطبيعي ان يكون هناك اكثر من مرشح؟ هذا مجرد تبرير ومجرد يعني اطاله الامد، ربما يطول المده تطول اكثر واكثر. هي حصلت مع السيد محمود المشهداني وكان الانسداد استمر لاكثر من هذه المده، ولكن واضح هذه المره يعني تبدو ان قوى الاطار التنسيقي، القوى القويه داخل قوى الاطار التنسيقي هي راغبه بان يكون هذا المنصب هو من ضمن مناصب الشيعيه باعتبار الشيعه هم المكون الاكبر، يعني هم يمثلون 60 الى 65% من الشعب العراقي وحتى في البرلمان هم الاغلبيه الاكبر، وهم يريدون ان يذهبون الى مشروع جديد وهو مشروع الاغلبيه الطائفيه، هو مختلف تماما عن مشروع السيد مختار الصدر. السيد مختار الصدر يريد ان يكون هناك مشروعا يعني وطنيا، ولكن هذه المره اطراف تقول ان المكون الاكبر هو من حقه ان يحصل على المناصب المهمه. يعني بشكل مباشر تريد ان تقول دكتور مجاشع ان الاطار يخطط لفهم وعرف سياسي جديد؟ نعم بالتاكيد، انا اعتقد هذا الموضوع واضح جدا، وان قوى الاطار التنسيقي وان كانت هي غير متفقه ولكنها هي راغبه ابقاء هذا الوضع على ما هو عليه. السيد المندلاوي هو قيادي مهم واحد زعمات قوى الاطار التنسيقي وهو يدير جلسات البرلمان، ولاحظنا انه هناك بعض المغردين بعض الصحفيين المدونين دائما ما يشيدون بدور السيد المندلاو في اداره جلسات البرلمان ويتحدثون عن بعض المنجزات التي تحققت، في اشاره واضح ان هناك بالفعل توجه لدى القوى الشيعيه بابقاء الحال على ما هو عليه، ولكن بالتاكيد هذا الوضع يعني بعض الاطراف هي غير راغبه فيه لغايه الان. هم يعني مثلا وجهه نظر السيد نور المالكي هو يرغب بالسيد محمود المشهدان باعتبار السيد محمود المشهدان لديه علاقات طيبه مع المكون الشيعي، ولكن صعود يعني اطراف جديده داخل الاطار التنسيقي، اطراف شابه بدات بالفعل هي تنتقد سياسه العرف السابق او المشروع السياسي السابق الذي كان يقوم على المحاصصه وتقديم بعض يعني التنازلات للاطراف الاخرى، وهو ما تحدث عن السيد بهاء العرفي ولعلك تتذكر قبل نحو شهر كان لديه تصريحات تلفزيونيه هو
ارجع المشكله الى يعني النقطه الاولى لانطلاق هذه المشكله حينما تنازل السيد عبد العزيز الحكيم في وقتها وقال هذا خطا استراتيجي، وبعض قوى الاطار التنسيقي بدات تصحح هذا الخطا الذي حصل في عام 2006. جيد، هذه نقاط مهمه نعود لك وناقشك بها الدكتور مجاشع وايضا مع الاستاذ محمود وكذلك بمن انضم الينا الان. ورحب الدكتور عمار الجميلي، يرحب بحضرتك عن تحالف تقدم، كل الترحيب. من وين ابدا من حضرتك بالمستجدات اللي تتعلق بهذا الملف، لو من الحديث الجديد عن وجود تلاعب في الجلسه التي كان من المفترض ان تحسم هذا الملف. هذه المؤشرات، هذه المواقف، هذه التصريحات، هل هي مؤشر واضح على ان الامر قد حسم، لا رئيس جديد إلا بعد انتهاء الدورة الحالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي العزيز، أحيي ضيفيك الكريمين، وأحيي السادة المشاهدين الكرام عبر قناتكم المحترمة. بالتأكيد وردنا وسمعنا عبر نائب الدكتور محمود المشهداني أنه تم إيجاد والعثور على 26 ورقة انتخابية قد تم تلاعب، هو التلاعب نوع التلاعب انه شطب اسم الدكتور محمود المشهداني وكتابة اسم مرشح الخنجر السيد سالم، يعني اسم الدكتور محمود المشهداني موجود، كان موجود، كان موجود ومشطوب وكتب بداله، يعني بداله انه مرشح. عدد الاوراق 26 ورقة الى الان، كلها نفس الطريقة، بنفس الطريقة. فهذا قد يكون مرشح غير رأيه يعني طبعا، يعني احنا حسن الظن وارد ويعني ما عندنا مشكله، لكن 26 مرشح في لحظه واحده بنفس الحادثه يشطبون الاسم ويكتب بداله الاسم الثاني، تعتبرها يعني يعني فد صدفه؟ طبعا اكدها النائب مصطفى سند، قال انا شو متابعيني التصريح، شفت صدفه يعني صدفه؟ لا، بس هذه ظاهرة تنسف البرلمان بالكامل، يعني إذا ثبتت. يعني إحنا طبعا بالتأكيد إحنا بالمحصلة إحنا دعنا هسم موضوع حسم رئاسة مجلس النواب لمن؟ هذا الموضوع هذا مشكلة حادثة كبيرة، هذه حادثة خطيرة، هذه حادثة إذا فعلا أثبتت اللجنة التحقيقية. نحن إلى الآن نخمن نتكلم، لا ما نخمن، عذرني على المقاطعه. نعم، مصطفى سند ذكرها، شفتها بتصريح، قال يعني اكو نواب سجل كتبوا اسم محمود، طقوا صوره دزوها وبدلوا الاسم بعدين، حسب يعني تصريح النائب. شنو السبب؟ ها بعد يمكم انتم شنو السبب؟ مو يهمني هذه، وين محاضر الجلسه؟ فالقصد اكون عنكم القصد يعني هي حتى عندما، لانه كان التصويت حتى يرضى رئيس الكتله عليه، هم يقولوا يا ابو صوت. لا مو البارحه انا في لقاء ايضا يعني السيد رحيم العبودي وشيخ ابراهيم الدليمي، قال كان التصويت يرفع الموظف، موظف الاقتراع يرفع ورقة الاقتراع ويصير زوم على الاسم، تمام. هذه ما ظهرت انه اكو، لقينا باطلة، اكو اوراق باطلة، صح ولا خطأ؟ بس اوراق اي 13 ورقة باطلة، لكن اوراق مشطوب الاسم ومكتوب اسم ثاني ما حد انتبه لها بالاعلام. إذا تشيل وتخليه محمود المشهداني يصير 164 صوت، مو صحيح؟ يعني هو فايز، يعني سيد محمود المشهداني خلاص فايز نعتبره. منو اللي تلاعب؟ لا نعرف، سواء هل هنالك تلاعب أم هو حسن نية من النواب غيروا آرائهم. ليش غير رأي بنفس الوقت؟ هنالك لجنة تحقيقية، وهي منو راح تحقق اللجنة؟ نائب مصطفى سند ذكر بتصريح قال لك 26 سيارة طلعت من المعرض بالنهضة راحة من هذا، والرقم طلع على هسه هذه اجيك فيها اناقشك فيها. ها ضابها يعني؟ الله الله خلاص، يعني احنا يعني مصطفى سند ايش قال؟ هو التعويل على اللجنة التحقيقية، يعني اذا على الراوي التعويل على لجنة تحقيقية، اللجنة التحقيقية شو راح توصل لنتيجة حاسمة جازمة في هذا الامر؟ سيدي الفاضل، هذا الموضوع يعني انا ما اعتقد انه اكو نائب، تدري انت اليوم تمثل 100,000 عراقي، رايك لازم يكون متزن وقرارك يكون محسوم، تمام. صح لو خطأ، تمام. يعني هل من المعقول في جزء من الثانية أكتب اليوم الدكتور محمود ورأسا أنسفه وأكتب السيد سالم؟ يعني شنو هذا الخاطر والإيحاء اللي ورد له للنائب بهذه الثانية، بهذا الجزء من الثانية؟ طيب وهذه الحالة عدوى ل 26 بطاقة، ل 26 نائب؟ فيروس هاي كورونا، يعني شنو هالفيروس هذا؟ حتى كورونا مو هيك. زين هذه الآلية شنو اللي يضمن انه ما راح تتكرر اذا ما مضى يعني مو هو؟ ولذلك هذا يدفعنا الى الريبة، لازم
تجرى لجنة تحقيقية نزيهة جادة للوقوف على هذه الحادثة. طبعا البرلمان كله مراقب بكاميرات، فهنا ستتضح لنا هل كان التلاعب هو عن طريق حسن نية اليوم أنا غيرت قراري، أو مثل ما قال لا احنا اذا جمعناها يصير 146 صوت. نعم، فنقدر نقول حسن نية. شنو عدد اصوات السيد محمود المشهداني بالارقام اللي تحدث عنها والارقام اللي محصل عليها؟ 164. نقدر نقول حسن نية 164. مو قلت لك تلعب فارق، يعني تقلبها للنتيجه، تلعب تقلب، يعني تقلبها للنتيجه. السيد محمود المشهداني احنا عندما اقرت الجلسه تقدم، وانا ايضا ظهرت بالاعلام، قلت ان السيد محمود المشهداني خلاص مضى، انتهى الموضوع مالته، حسم الموضوع مالته. يعني من السيد المالكي والسيد الحلبوسي اتفقوا على 180 نائب راح يرشح. بالضبط، احنا متوقعين 180 الى 185 نائب، لانه حسم الامر، لانه كتل الاطار التنسيقي، الاخوه في الاطار التنسيقي، واخص منهم الكتل الكبيره المنضويه بالاطار التنسيقي، تعرف هو تقريبا مشكل من 9 اجزاء، فالكتل الكبيره في الاطار التنسيقي اتفقوا مع السيد الحلبوسي جيد على امرار الدكتور المشهداني. تمام دكتور، انا راح ارجع لك بهذه النقطه، لكن خلوني اناقش النقطه المهمه اللي تحدث بها الدكتور. نعم. مجاشع قبل قليل استاذ محمود سمعت، يعني ارجع لك بهذا الموضوع التلاعب بالنتائج، لكن لابد ان نتوقف بالنقطه اللي ذكرها الدكتور مجاشع، وهي انه الاطار التنسيقي الان يناور في ورقه جديده ويخطط للسيطره للهيمنه العدديه الطائفيه في مجلس النواب. برأيك تتفق؟ يعني تحياتي لأخوي وصديقي دكتور مجاشع، يعني لكن هو هذا الطرح يعني طرح من عدة آراء سياسية، وهو رأي طبعا، لكن هذه لا توافق في هذا الرأي، لأن لو كان الإطار يبحث عن هذا الشيء لكان ذهب إلى انتخاب رئيس مجلس نواب من المكون الشيعي، وهذا المسألة ما يحتاج انه اليوم يدخل بطريقه غير مباشره، يعني عطل الجلسات خلاص. ليش هو إذا هذا الطرح مالته، يعني مع احترامي لراي الدكتور مجاشع، اذا هذا الطرح هذا هو حقيقي والاطار يبحث انه يغير المعادله ومشروع سياسي جديد ويعود الى 2006 انه خطا بالموضوع انه اعطى المكون السني رئاسه البرلمان، يذهب يرشح اي مرشح، واكو مرشحين هوايه من المكون الشيعي رشحوه ويخلوا رئيس برلمان وانتهى الموضوع. ليش يذهب نص الاطار هسه مشاكل ويا الحلبوسي والنص الاخر ذهب ويا سالم العيساوي؟ فهذه طبعا لا، البعض يقول لك هذا جزء من التكتيك الاطار. لا لا ابدا ابدا، الاطار اذا يريد نمضي اطول فتره ممكنه دون ان نتفق على انتخاب رئيس، ممكن جزء من الاطار يفكر هيك. الاطار تعرف يعني مجموعه تشاوريه، مو اطار، مو كتله واحده. اي بس هذا قرار استراتيجي المفروض الاطار يتفق. لا هو الاطار شوف هسه يعني اعطى الحريه، يعني مثلا دوله القانون ذهبوا باتجاه، البدر ذهبت باتجاه، العصائب ذهبت باتجاه، مرش نواب اخرين الاطار، مو بس يعني ايضا وياهم الاخوه الكرد، واكو جزء من السنه وياهم لا تنسى، يعني يعني مو موحد الاطار هو، يعني الاطار التنسيقي بجملته ويا عزم ويا الاتحاد ضمن تحالف اداره الدوله عزم. لا 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 لا، تحالف الاطار هذا اللي هو كانوا بالبدايه اللي شكلوا الثلث الضامن، كانوا مع المعطل، هو صار الاطار التنسيقي هذا، يعني بي سنه وبي شيعه وبي اكراد وبي مسيح. لا الاطار التنسيقي موجود من سنوات استاذ محمود، كان بالتيار الصدري موجود، لجنه سباعيه اطاريه موجوده. الاطار التنسيقي بمجموعته التشاوريه اللي شكلت الثلث الضامن او الثلث المعطل، ايش يسمونه؟ قبل سمبر. تشكيل تحالف قبل إدارة تشكيل الدولة. تحالف اداره الدوله كان بي ايضا الاتحاد الكردستاني وبعزم وبالسيد المشهداني نفسه ايضا من ضمن الاطار. يعني هذا الاطار التنسيقي فيما بعد اصبح تحالف اداره الدوله ضم كل المكونات الداخله ويا تقدم والبارتي بعد ان انسحبوا من التحالف الاغلبيه اللي مع سماحه السيد مقتدى الصدر، بعد انسحابه من الانتخاب من مجلس النواب ومن الحكومه، هذا شكلوا تحالف اداره الدوله. هسه اليوم المشكله انا اعتبرها ضمن تحالف اداره الدوله وليس الاطار التنسيقي، يعني تحالف اداره الدوله منقسم. لا الاطار لو حاسم امره تنتهي، ما يقدر يحسم محدا يا اخي، بس افتهمني، اكو يحدد هويه المرشح اكبر من الاطار، يصير توجيه لمجلس النواب، اكو مشروع سياسي اكبر من الاطار، مشروع تحالف اداره الدوله اللي ضم كلهم المكونات ما عدا التيار الصدري، المستقلون موجودين، الجيل الجديد، تحالفات إيه، لكن انت كاطار عدد نوابك كافي لتمرير اي مرشح بالاتفاق مع ال مو هو الاطار القسم اللي تصر على الاطار القسم قسمين، قسم عنده مشاكل ويا تقدم ويا الحلبوسي اعتراضات على انه الحلبوسي يستلم. لا هو المفروض حتى هذا الانقسام، انا حتى انتقل للدكتور مجاشع، حتى هذا الانقسام المفروض ينتهي بعد ان
تبنى تحالف تقدم السيد محمود المشداني كمرشح لسبب أن المشداني كان مدعوم من دولة القانون تحياتي طبعا وطرف سياسي آخر وبقية الأطراف كانت تصر على أن يكون المرشح من تقدم تحياتي فامتززت هذه القضية بالسيد المشداني ليش ما مررتوا للنائب مصطفى سند وقلت لك شرحت بتصريح قال لك 26 سيارة و 26 صوت انقلبت فهذا هو تصريحه يعني الرجل بس تصريحه مو حجة نحتاج أدلة مو حجة أدلة احنا ما نحكي على موضوع انه يعني اكو صار بيها ضغوطات اكو صار بيها ممكن يعني احنا ما نعرف لان احنا ما حاضرين الجلسة ما اقدر انا احكي بشيء معين انا ما شفته لكن الاطار ما عنده نية للتأسيس لوضع سياسي جديد ابد ما عنده باقي المكون السني هذا حصتكم اتفقوا اذا باكر اتفقوا على واحد مرشح قال لا احنا اتفقنا على محمود المشهداني او سالم العيساوي نمضي معه لكن ليش تشترط مرشح واحد اثنيناتهم ما راح يقدرون هم كل مره يجون مرشح واحد ما يجون يجون مرشحين ليش اكثر من مرشح في كل مره يجون بس بالتفقيد الاتفاق يجي مرشح توافق لا لا ليش توافق الرئاسات الثلاثه رئاسة الجمهوريه رئاسة الوزراء رئاسة البرلمان ما تمضي الا بالتوافق صحيح الا بالتوافقيه يعني ما نقول انه نرشح احنا ثلاثه وينتخبون الواحد هذا حتى جاك اللي عنده الاغلبيه العدديه وقال لك انا مرشح الدكتور محمود المشهداني اي صار القسام ليش ما صار القسام بالبرلمان القسام وين صار عندك انت بالاطار مو بس الاطار يا اخي لا لا تنسى انت عندك 44 نائب مستقل عندك الاكراد ايضا أيوة أيوة مستقل بمجلس النواب الله يخليك لا 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 هم المستقلين 16 واحد والبقيه كلهم تابعين ما شاء الله كلهم بالاطار عندك الاكراد ايضا عندك اتفاقات سياسيه اكو لا تنسى انت عزم يعني عزم انت هو محمود المشهداني كان مرشحكم اصلا قبل ببدايه الدوره كان هو مرشح جيد خليني مع الدكتور مجاشع اذا هذا السيناريو احنا ليش بدنا انه نغير تعديل النظام الداخلي وذاتي قلت لك هسه هذا السيناريو نتحدث فيه ويكون هذا اللي نتحدث فيه دكتور يعني دكتور مجاشع هذا السيناريو اللي ذكرته حضرتك قبل قليل ما موجود في نوايا او في اجنده الاطار التنسيقي كل القصة هي في غياب الانسجام والتوافق داخل البيت السياسي السني. إذا كان يعني الخلافات داخل البيت السني فالبيت الشيعي أيضا مختلف فيما بينهم، لكن أنا يعني هذا المكان يعني أنا دائما أستشير وأستنتج من هذه التصريحات التي ترصد من بعض قيادات الإطار على أنه بالفعل لا توجد هناك نية لحسم هذه القضية. وبما أن هناك رئيس يدير البرلمان بالإنابة فأنا أعتقد الأمور ماضية لكن التصريحات التي تصدر من قبل بعض الشخصيات بعض المدونين بعض المقربين من قول الإطار التنسيقي تشير إلى أنه بالفعل هناك يعني مناورة من قبل بعض أطراف الإطار التنسيقي ليبقى الأوضاع على حاله وهذا الموضوع يعني حتى وإن يعني أنا لاحظت يعني حتى التصريحات التي صدرت من الأستاذ محمود الحياني يعني هي تصريحات بالنتيجة هو الأستاذ محمود هو جزء من الإطار وبالتالي هو يريد أن يدافع عن الإطار لكن هذا الموضوع تحدث به السيد بهاء العرجي بشكل صريح واليوم السيد بهاء العرجي كما تعلمون هو واحد من الشخصيات المقربة جدا ولديه علاقات قوية مع الزعمات داخل الإطار التنسيقي وتحدث بصراحة لكن اليوم عندما نتحدث ونقول أنه السيد مصطفى سني يتحدث عن 26 سيارة فهذه إساءة بصراحة بحد ذاتها هذه إساءة وهذه فضيحة كبيرة بالنسبة للسلطة التشريعية كيف يمكن لنائب يعني جاء لهذا المنصب لكي يكون رقيبا ويكون محاسبا على الفساد وتشريع القوانين ان يبيع صوته بسياره وبالتالي بالفعل احنا وصلنا الى ازمه خطيره ازمه نظام سياسي هناك الكثير من الازمات لا تحد ولا تمتلك كل القوى السياسيه ولا الدستور ولا القانون حلا لهذه الازمات ازمه بين بغداد والاقليم لن تحل لغايه الان على الرغم من ان الاتفاق السياسي قد حدد الخطوط العريضه لمعالجه هذه الازمه أزمة تتعلق داخل المكون السني، أزمة بين المكون السني والمكون الشيعي، عودة النازحين، هذه كل الأمور لم تحل لغاية الآن حتى أن وصلنا اليوم إلى أزمة داخل الإطار التنسيقي وهناك الكثير من الضغوط التي تمارس على رئيس الوزراء بمجرد أنه رئيس الوزراء قدم بعض يعني المنجزات، قدم بعض المشاريع التي يمكن أن تعزز موقفه في الانتخابات المقبلة، نلاحظ اليوم أن هناك أزمة كبيرة داخل القوى الإطار التنسيقي وبالتالي انا اعتقد انه انزعاج اطاري في العراق يمر في ازمه خطيره ويحتاج الى معالجه ولكن لا يستطيع لا البرلمان ولا تستطيع القوى السياسيه ولا الدستور ان يعالج هذه الاشكاليه. جيد خلينا نناقشك موضوع التلاعب في الاوراق الانتخابيه الخاصه في الجلسه لانتخاب بديل عن السيد الحلبوسي، هو طرح هذا المشهد سواء كان من السيد محمود المشهداني او من الجهه التي تتبنى السيد المشهداني كمرشح او ان يتحدث نائب في السلطه التشريعيه عن هذا الموضوع وبهذه الطريقه.
لا يفترض بمجلس النواب أن ينتفض لنفسه بدءا من لحظة الكشف عن هذا الأمر ويكشف الحقيقة أو يطالب أعضاء مجلس النواب بكشف الحقيقة كاملة؟ ولو افترضنا أن هناك لجنة تحقيقية توصلت إلى نتائج تؤكد هذا السيناريو، حين ذاك دكتور مجاشة، هل لمجلس النواب قيمة؟ والله أنا أعتقد أنه حتى هاي إثارة هذا الموضوع يعني بعد عدة أيام من إجراء الانتخابات، والانتخابات جرت يعني في ظل رقابة من جميع الأطراف يعني خصوصا الأطراف بين حسم وتقدم والأطراف الأخرى، يعني السيادة وحسم وتقدم، كان هناك تصوير وكان هناك رقابة، وبالتالي أنا أعتقد أنه إثارة هذا الموضوع في هذه الأوقات هو لإطالة الأزمة، وهو جزء من المناورة التي تقوم به بعض الأطراف السياسية. إذا ما تم تشكيل لجنة تحقيقية فأنا أعتقد أننا سنبقى على هذه الأزمة لمدة شهرين أو ثلاثة، وبالتالي هي مجرد إطالة للأزمة، لا توجد هناك حلول. ولكن بالنتيجة حينما نتحدث عن الفساد فالكل يعلم أن الفساد للأسف الشديد هو فساد سياسي، ويعني النواب ومجلس النواب والكتل السياسية مشتركة في هذا الموضوع من أو في هذه الأزمة. لهذا انا لا استغرب ان يكون هناك يعني فساد، ان يكون هناك بيع للاصوات، ولكن بالنتيجه يعني هذه الصوره، صوره السلطه التشريعيه، هي للاسف في تراجع كبير. وحتى بالنسبه للانتخابات احنا لاحظنا انه واحده من يعني اكثر الازمات التي تواجه النظام السياسي في العراق هو عدم الاقبال على المشاركه في الانتخابات، يعني لا توجد هناك يعني رغبه من قبل الجمهور للمشاركه في الانتخابات نتيجه ما يلاحظ وما يشاهد داخل قبة البرلمان من عمليات فساد وعمليات بيع للأصوات. هذه الموضوعات تسيء حتى للنظام السياسي. لهذا أنا أعتقد أن الأزمة لن تحل ولن تحل قريبا، وواضح جدا أن هناك حتى هناك تخادم دكتور مجاشة تدعم السيد سالم العيشة وبدأت تتراجع خصوصا بعد هناك تخادم بين طرف سياسي سني والإطار التنسيقي من أجل إطالة هذه الأزمة؟ بالتاكيد. شوف اليوم حتى الاطراف التي كانت تدعم السيد سالم العيساوي بدات يعني تتراجع بعض الشيء، خصوصا بعد الحمله التي قام بها السيد خميس الخنجر واطراف داخل السياده والمعارضين للسيد الحلبوشي، من ان السيد المندلة هو من يعيد يعني حسم هذه القضيه. لهذا اشوف دائما يعني اثاره هذه الازمات والمشاكل وصعوبة إيجاد الحلول لها طبعا تصب في خدمة الإطار التنسيقي والسيد المندلة. جيد، تمام دكتور، خليني من جديد مع الدكتور عمار. إذا هذا الحديث عن التلاعب في الأوراق، كان هناك حضور لمراقبي في الجلسة، منهم من يمثل التقدم والجهات السياسية الأخرى. هذا الأمر وطرحه في هذا التوقيت يراه الدكتور مجاشة هو محاولة لإطالة الأزمة الحالية؟ يعني هو بالتأكيد هو الإطالة سوف تحدث. الإطالة هي يعني نتيجة من نتائج هذا التحقيق بالمحصلة، لكن نحن ما نريد أن نصبو إليه كيفية الشطب على الأسماء وهذه الأوراق 26 رغم كل هذه المراقبة بيوم الانتخابات النيابية. هذه المراقبة لم نرى هنالك ورقة واحدة كان عليها شطب أو تلاعب. لماذا بعد النتائج ظهرت؟ يعني هذا الموضوع يعني صراحة يخلي الواحد عنده ريب، يخلي الواحد عنده شكوك. 26 نائب، 26 حادثة بنفس اللحظة، و26 تاهوا على قولة مو تاهوا، ما نعرف سيارات شنو، سيارات ما نعرف شنو، يعني القصد 26 سيارة. إذن أكو أطراف تتعامل لتشويه صورة مجلس النواب، لكن من زاوية أخرى يا دكتور هناك تشريعية. هو بالتأكيد المال السياسي الفاسد له دور في كل النواحي والمجالات. يعني نحن سمعنا أن في الجلسة القبلها الثانية يمكن الجلسة كانت هنالك أيضا رشا وكانت هناك تاهوات وكانت بها تتقدم وقعنا احنا بها. ما حد قدر شعلان الكري، ما حد قدر يثبت علينا شيء. ليش؟ لأنه ماكو، روجوا لهذا الأمر. لكن وهذا قد يكون أيضا جزء من الترويج. لا مو الترويج، ما هي موجودة، ما هي موجودة وطلب بها دكتور محمود المشداني، طلب بها إجراء تحقيق عاجل ومستعجل للوقوف على هذه الحادثة. أخي هذه سمعة المجلس التشريعي، السلطة التشريعية في العراق الآن على المحك. في حال لو ثبت هنالك تلاعب حقيقي من قبل نواب أو موظفين أو أطراف أخرى، فهنا أصبحت السلطة التشريعية
يعني أنا برأيي القانوني أنه إذا السلطة التشريعية اللي هي تحمي العراق والعراقيين بها تلاعب وبها تزوير وبها هذه الأمور تجري، فأقرأ على العراق السلام. لا ما نقرأ على العراق السلام زين. لا أقرأ على العراق السلام دكتور محمود. إحنا ليش نجامل؟ إحنا ليش نجامل؟ يعني أنت اليوم من 26 نائب مثلا، أكيد وراهم كتل داعمة لهذا الموقف، أكيد أكو ناس مثلا مؤيدين فيما لو ومن يثبت أن النائب هو اللي غير صوته، وهذا اللي إحنا نريده. جاز النائب ما غير. وأنا البارحة قلت إذا كان التلاعب، إذا صحيح أثبتت النتائج بأن هنالك تلاعب عبر موظفين، يعني تجي على النائب يقول لك كان النائب أنا مصوت لمحمود المشهداني، الخطوط موجودة، إحنا نقدر نرجع للمضاهات قانونيا، يسوون عليها مضاهات إن شاء الله على الدورة الثالثة خلاص. على الدورة الوراثة أنا برأيي غير، برأيي موضوع مجلس النواب يحل أول وتالي، موضوع الرئاسة يحل، لكن شو هذا يحل استاذ علي عندما يتفق عندكم مجسات او شوف. احساس بان الاطار لا يريد ان يكون هناك رئيس جديد، يعني الاطار منقسم، الاطار منقسم الى قسمين. الاطار منقسم الى قسم مع تقدم ومع احقيه تقدم لهذا المنصب صحيح. وقسم اخر، ما هو الاطار قلت لك كان مكون من إيه، بس المفروض الاطار صار موقفه واحد، لكن مرشح الجهة اللي كانت منقسمة على الإطار هو صار مرشح. البارحة دكتور عمار، السيد محمود المشهداني كان هو سبب الانقسام داخل الإطار، دولة القانون كانت تتبناه وتصوت له صح. حينما قدم كمرشح عن تقدم يفترض خلاص انتهت القصة، هو هذا اللي احنا قلنا عليه، المفروض أصبح انسجام تام من قبل الإطار اتجاه السيد الدكتور محمود المشهداني. هذا ما هو السيد الحلبوسي، هو مرشح السيد المالكي واضح، احنا نعرف، بس هذا ما صار مرشح ائتلاف دولة داعم الى مرشح، لكن هو عضو ائتلاف، هو ما حصل 43 صوت عندما كان خارج اطار تقدم، عندما انضوى تحت تقدم 137 صوت، هذه ال 26 بطاقه اجمعها صارت 164 صوت، احنا كنا متاكدين انه الدكتور محمود سيمضي. تناسب بيه سالم، وحصل 60 مقعد اضافه عن الجوله ذيك، سالم حصل 60 تمام، تلقى 30 فرق زياده عند الدكتور محمود المشهداني عن الجوله الاولى. مو صحيح؟ بوقت شعلان. فالقصد على الاطار ان يمضي. على الاطار يعني على الإطار. المشكله بالاطار الآن. على طبعا الكتله النيابيه بقول لك تعال بمرشح واحد. الاغلبيه اسمح لي عزيزي، الاطار اليوم إذا يجتمعون الإطار، فقط الإطار، دعنا من تحالف إدارة الدولة طبعا. إذا يجتمع الإطار ويقولون سوف نمضي بانتخاب محمود المشهداني أو بانتخاب مرشح الخنجر، خلص يجلسون جلسة واحدة يحل الأمر طبعا. لكن هنالك قوى في الإطار منتفعة أو تريد التعطيل، نحن شخصيها؟ لا ما المفروض واضحة عندكم سيدي العزيز، أنا أتكلم بكل صراحة معك، الكتل الداعمة لتقدم واضحة واضحة، والكتل التي أنا مش مدري اليوم هو قاعد مثل ما قال أخوي الدكتور يقول يطق صورة ويدز لرئيس الكتلة مالته يقول أنا صوتت لفلان، ورا شوية يشطب، ما نقدر يعني، هي يعني أصبح الموضوع بشكوك جيد. بعض الكتل تريد التعطيل منتفعة من هذا التعبير. جيد دكتور عمار، خليني أناقش مع الأستاذ محمود. إذن المشكلة يا أستاذ محمود لديكم في الإطار، تحملوا المسؤولية وساهموا في إنهاء هذه المشكلة كبيت سني حسم أمره، أغلبية عددية واضحة لديكم على الأقل في لا. الإطار التنسيق، وبالتالي يحسموا الأمر. ما هو الإطار اليوم منقسم، أنتم سبب التعطيل، منقسم على رأي، مو سبب هو الإطار، قلت لك مجموعة تشاور، هو هذا الانقسام هو حقيقي لو تكتيك؟ لا 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 حقيقي مو تكتيك، ماكو تكتيك، يعني لو اتفاق بيناتهم على هذا الموضوع كان ما انقسموا الانقسام هذا، كان مشت العمليه. هو اخوانته نواب بائتلاف اداره الدوله ويا السيد المالكي ورشحه سالم العيساوي. زين وين الانقسام بالموضوع؟ ضمن الكتله الواحده اكو نواب رشحوا وقال لهم السيد المالكي احنا داعمين السيد المشهداني ورشحوه، وقسم منهم راحوا ورشحوا السيد سالم العيساوي. حريه راي النائب، يعني ما نقدر يعني ماكو رئيس كتله اليوم يقدر يجبر النائب. يعني هاي يمكن انا اعتبرها انعاش، لكن قرارات استراتيجيه. لا شوف اكو انعاش توحيد موقف. لا شوف هي هاي رغم انه هي سلبيه، لكنه اول مره نشوف احنا النواب اصحاب قرار. لا هو في العمل يقدر يتحرر عن الكتلة. في العمل الحزبي هذه سلبيه ومشكله، يعني كتلة سياسية منظمة تعطي التوجيه لنوابها بالتصويت للمرشح سين وصار. في رأيي انه احنا اليوم نحتاج الى ان يكون هنالك
قانون للأحزاب، ينظم عمل الأحزاب حتى نستطيع الدبدب العمل الديمقراطي بشغل حقيقي. موجود استاذ، موجود موجود القانون الأحزاب، موجود قرار ما منفذ. ايه ما منفذ موجود. ايه بس موجود، بس ماكو على الورق موجود. ايه ما منفذ. ايه اكو نفذ احد؟ نفذ استاذ مجاشع؟ لا طبعا ما تنفذ. لو تنفذ كان الاحزاب ما تنفذ. ايه مختلف الان لان عندها اجنحه مسلحه. فاحنا اليوم امام حلين، يا اما تعديل النظام الداخلي او تعطيل البرلمان والذهاب الى الانتخابات المبكره. اما تبقى هاي العمليه انه اليوم هو السيناريو، سيناريو التعطيل في الجلسه اللي كان فيها السيد شعلان الكريم مرشح. نعم. بعد ان تم الاتفاق حصلت المشكله وصدرت تصريحات ومواقف بعد موضوع التصريحات اللي كانت صادره من السيد الكريم، وانتهت هذه المشكله. كان السيد محمود المشهداني حاضر كمرشح عن جزء من الإطار، حسم أمر تقدم وقدم السيد المشهداني، استمرت المشكلة والانقسام داخل الإطار. الآن الإطار يؤكد على ضرورة أن يكون هناك مرشح واحد، بالتالي مرشح واحد يعطل الإطار. مرشح واحد من المشهداني لن يتنازل، حزب تقدم لن يتنازل عن حقه، وكذلك الخنجر وسالم العساوي لن يتنازل. إذا نحتاج إلى مرشح واحد أن يكون ذلك مرشح تسوية. تسوي شو راح تكون؟ منين نجيب تعديل نظام الداخلي؟ وليش ما رحت لهذا السيناريو من البدايه اللي هو كان مطلق؟ هسه ما قدروا قالوا بالكتب شنو؟ ما هو هذا يثبت انه اكو نوايا. لا لا بالعكس، يعني هو بالعكس، هو هسه اليوم الحل الوحيد تعديل النظام الداخلي. وانا ذكرت لك ببدايه الحلقه انه احنا اليوم المكون السني مثلا اخوه السنه في الفرات الاوسط وفي الجنوب ايضا لهم حق يكون لهم دور بين يكون رئيس برلمان، والسيد نائب الشيخ عدنان، دكتور عدنان جحيشي. دكتور عدنان جحيشي شخصية محترمة ولها ثقلها وزنها العشائري واحترامها في الجنوب والوسط، وهو تابع لحزب تقدم. وتقدمه نعم. وكان أيضا مرشح من قبل السيد الحلبوسي بالبداية، كان من الأسماء اللي طرحت للترشيح لهذا. خلنا نعطيهم هسه نهاية، هو يكون هذا حل وسط يعني يرضي كل الأطراف، يرضي الأطراف الشيعية والسنية. إذا تيجي من الجنوب هي الآن مشكلة مرشحين، إذا من الفرات ومن الفرات أستاذ محمود، هي مشكلة مرشحين، مشكلة أسماء، لو مشكلة عدم اتفاق، عدم اتفاق أسماء. يعني أنا نفس الشيء راح أقدم لك في تقدم مرشح جديد، راح تطلع لي هذا قصة ثانية. يمكن هو مقبول من كل الأطراف هذه أشوف يعني. هو طرح برنامجك هذه شفته هذا يعني أحد الإخوان طرح، الأستاذ كاظم أعتقد. فيعني من سألت وتحريت عن الرجل يعني، وعندي معرفة به لكن مو كلش قوية، بس تحريت عنه وعرفت انه يعني مقبول من كل الاطراف. نعم. ما عنده مشكلة لا شخصية وطنية، شخصية وطنية وقارع الارهاب وعطى شهداء. عنده شهداء من ابنه احد اولاده من القاعدة، وهو ايضا مصاب بعمليات يعني، حتى يعني لحد الان اكو شظايب جسمه من الارهاب، وكان من المقارعين للارهاب، من رجل الصحوات. يعني هذه كلها مواصفات. بالخلاصة الخلاصة استاذ محمود، حتى انتقل للدكتور مجاشع، انتم الاطار تريدون مرشح على مقاساتكم. لا لا هذا على مزاجك. هذا مو راي الاطار، هذا راي. لا انت، انا ما احكي عن الدكتور عدنان. لا لا ما عندي موضوع ما اقصد الدكتور عدنان، انا اقصد ما اقصد الدكتور عدنان، بس هذا شو اقصد؟ انتم الاطار تردون مرشح وفق هواك، حتى هم تجيبهم شويه هناك امامنا السنه اللي هناك، خلي يروحون يشاركون بالانتخابات، بيكون لهم تمثيل بالبرلمان، يشوفون اكو عندهم رئيس برلمان صار. مو هم ايضا موجودين بالبصره، موجودين بالعماره، موجودين بواسط، موجودين هواي، موجودين في المحافظات الجنوبيه، بابل، بالحله. تمام. هذا كلها يعني محسوبه حسابات. تمام دكتور، تدخل بحسابات تقدم هذا الموضوع. دكتور مجاشع، خلينا نتحدث ويا حضرتك عن السيناريو الأسوأ لهذا الامر، مثلا ان يستمر السيد المندلاوي لنهايه الدوره الانتخابيه الحاليه. شنو تبعات وتأثير هذا السيناريو إذا ما حصل على العملية السياسية بالمجمل؟ ونحن نتحدث هنا عن المستقبل، مستقبل العملية السياسية. يعني احنا ما اعتقد احنا راح نمر بظروف أسوأ من الظروف اللي احنا نمر بها حاليا. احنا الانتخابات يفترض ان تجرى يوم 6/1/2026. نعم. يعني باقي لنا تقريبا سنة ونص على اجراء هذه الانتخابات. السيد يعني من وجهه نظر السيد محمد الحلبوسي يعتقد بقاء السيد المندلاوي افضل بكثير من ان ياتي العيساوي. وعزم وحسم والسياده ايضا من وجهه نظرهم ان يبقى السيد المندلاوي افضل من ان ياتي شخص متقدم. وبالتالي انا اعتقد ان الازمه ازمه باقت معقده، والامور ستمضي اذا لم يكن هناك حل. للاسف الشديد يعني نقول انه دائما التدخلات الاقليميه والخارجيه في الشان الداخل العراقي دائما ما تعقد الازمه، لكن هذه المره شفنا يعني عدم تدخل يعني تركيا وايران في هذه الازمه عقد الازمه اكثر واكثر، لو كان هناك تدخلات لحسم الموضوع يعني منذ اشهر.
لكن واضح القرار أعطي للقوى السياسية العراقية، والقوى السياسية العراقية لديها رغبات ولديها يعني أجندات، وبالتالي كانت يعني أن تمضي الأمور على حالها. اليوم المحكمة الاتحادية قالت أن السيد مندلاوي أو السيد خاشوان عبد الله يمكن أن يدير جلسات البرلمان، وبالتالي جلسات هي دستورية قانونية، لكن القوى السياسية لم تحترم قرار المحكمة الاتحادية حينما فرضت عليهم انتخاب بديل للسيد الحلبوسي. هذه هي القوى السياسية للأسف دائما ترحل ولا تقسم القضايا، وهناك أزمة ثقة كبيرة، كانت الأزمة بين المكونات، اليوم الأزمة أصبحت داخل المكونات، وبالتالي الأمور معقدة جدا. أنا أعتقد أن الأمور ستمضي حتى إن جاء رئيس جديد للبرلمان، فلن يقدم شيء أكثر ما قدمه السيد الحلبوسي والسيد المندلاوي، لأن القرارات هي قرارات توافقية، وتحالف إدارة الدولة قد شل وعطل القبة في البرلمان والسلطة التشريعية، لأن جميع القرارات هي قرارات يجب أن تكون توافقية، لا يوجد هناك رقابة، يعني هذه الدورة هي الدورة الأسوأ في التشريع وفي الرقابة، ما شفنا أن هناك بالفعل رقابة لمحاسبة الفاسدين، لمحاسبة سوء الإدارة، ونلاحظ أنه أغلب أعضاء البرلمان يأتون إلى وسائل الإعلام حال السيد محمود وغيرهم وآني أنه يقدمون على وسائل الإعلام ملفات دون أن يكون هناك رقابة. دكتور مجاشع، أنت تتحدث عن أنه التدخل الخارجي لو كان حاضرا ربما لو حسمت الأمور بشكل أسرع وأكثر سلاسة من الوضع الموجود حاليا، هذا الأمر ألا يعطي انطباع أن منظومتنا السياسية، كل المنظومة بالكامل، عاجزة غير قادرة على حل مشاكلها ابتداء وعلى إيجاد أرضية مناسبة للعمل السياسي دون أن يكون هناك دفع أو تقديم وجهات نظر أو فرض رأي من القوى الخارجية؟ شوف مهاتير محمد شيلو مرة قالوا له شنو هاي عظمة التقدم اللي صار بماليزيا، قال أن طبقة سياسية راقية أدت في هذا المجتمع وهذه الدولة أن تتقدم. إحنا للأسف الشديد هذه القوى، أغلب هذه القوى تنظر إلى الدول الإقليمية، الدول الخارجية على أنها أقوى وأعلى، وبالتالي دائما ما هي تكون يعني تركن للقرارات التي تصدر من هذه الدول. أنا أتذكر في عام 2010 كان السيد طارق المندلاوي هو السيد طارق الهاشمي هو كان المرشح الأقوى لرئاسة مجلس النواب، ولكن بليلة وضحاكة كان هناك اتفاقا إيرانيا تركيا على تقديم السيد في عام 2006 تقديم السيد أسامة النجيفي بدلا من السيد طارق الهاشمي. خلال ساعات حسمت هذه القضية، لأن القوى السياسية دائما ما تستجيب للقرارات الخارجية، خصوصا القرار الذي يصدر من تركيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذه المرة إيران لديها أزمة ولديها مشاكل كبيرة، وهي تعتقد أنه إذا جاء السيد مشهداني أو السيد سالم العيساوي هما الشخصيتين مقربتين من إيران، وتركيا أيضا ضامنة حقوقها، إضافة إلى أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تتدخل، ما دام هناك ضمان لتحقيق مصالحها فإنها لا تتدخل. تركت هذه المرة الأزمة للقوى السياسية، والقوى السياسية عادة دكتور مجاشع عفوا للمقاطعة، مثل بدو غياب التيار الصدري أيضا أثر على القرار في البرلمان؟ والله مو أنا من أحكي يعني ربما طبعا بالتأكيد لو كان هناك يعني مو أنا ما أعتقد القوى الخارجية لها تأثير بقد ما أنه غياب التيار الصدري كان طبعا يعني كان. قال السيد هادي العامري يعني في أحد اللقاءات قال إني طلبت من السيد مختار الصدر أن يبقى أعضاء الكتلة الصدرية داخل البرلمان، فرد عليه السيد قال إنه أعضاء الصدريين دائما هم من نوع الحركيين وربما يثيرون أزمات، لو كان هناك نواب التيار الصدري البالغ عددهم كان بحدود 74 لكان تغيرت وحسمت كثير من القضايا. يعني غياب التيار الصدري برلمانيا نتحدث دكتور مجاشع أثر كثيرا منذ لحظة انسحاب التيار وإلى الآن. يعني أنا أقول لك لو كان هناك موجود السيد حاتم الزامدي على رأس السلطة التشريعية لحسمت هذه القضايا من زمان، وأنا أعتقد أنه هذا الموضوع يحتاج إلى يعني شخصية قوية، يحتاج إلى إرادة قوية، وأنا أعتقد أن الصدريين كان بإمكانهم حل هذه الإشكالية، لكن رؤية السيد مقتدى الصدر أنه هذه المرحلة هي مرحلة للقوى الإطار التنسيقي، والمرحلة المقبلة يفترض أن يكون هناك مشاركة بالنسبة للتيار الصدري، وإن كان السيد مقتدى الصدر لغاية الآن لم يعلن مشاركة في الانتخابات، لكن أنا أعتقد أنه هذا الموضوع قد تم الاتفاق عليه على الأقل ضمنا بين السيد مقتدى الصدر والإطار التنسيقي، أنه شكلوا هذه المرة حكومتكم حكومة توافقية إطارية، لكن المرة القادمة سيشارك التيار الصدري من وجهة نظري وستكون هناك مشاركة كبيرة، ولكن اشتراط السيد مقتدى الصدر على حاله أنه ضروري أن يكون هناك تغيير في المشروع السياسي، نذهب إلى حكومة أغلبية وتكون هناك مساءلة حقيقية وأن يكون البرلمان برلمان قوي. سننتقل من حكومة الإطار إلى حكومة التيار الوطني الشيعي. شكرا.
طبعا يعني مو حكم، وانما هناك ضروره ان يكون هناك تغيير. يعني بالنهايه التيار الصدري هو التيار الاكبر، يعني في انتخابات 21 شفنا انه حصل على 73 مقعد مقابل قوى الاطار التنسيقي اللي حصلت على أنا أشكرك. حدود 35 37. انا اشكرك جزيل الشكر دكتور مجاشع التميمي، شكرا جزيلا لحضرتك وعلى هذه المشاركه في وقفه اخيره مع حضرتك دكتور عمر عمار. اسال عن النقطه اللي كان يتحدث فيها الدكتور مجاشع، وهي ان تقدم وحتى الجهه الاخرى لديها مصلحه في ان يستمر السيد المندلاوي، لان مثلا تقدم يفضلون بقاء المندلاوي على لا ياتي السيد العيساوي، ورايك في انه لو كان التيار الصدري حاضر لحسمت هذه القضيه بشكل مبكر. يعني بالتاكيد انا ذكرت سابقا في لقاءات عديده ان عمليه سياسيه بدون التيار الصدري ستخلق ولاده مشوهه او ولاده معاقه، لان التيار الصدري لاعب اساسي في العمليه السياسيه وله ثقل وله تاثير في انهاء الازمات. يعني برايي لو كان السيد حاكم الزاملي ورفاقه موجودين في البرلمان العراقي لتغيرت المعادله الان، لانه تعرف انت التيار الصدري لديه مرجع واحد وكلمتهم واحده، ان كانوا مع شخص او ضده خلص تعرف انت 73 نائب قرارهم واحد محسوم. الان الذي نراه في الاطار التنسيقي وبكل الكتل السياسيه طبعا بكل الكتل، وهذا طبعا هو بي شيء ايجابي وسلبي، يعني بي شيء ايجابي وبي شيء سلبي، مو صحيح؟ يعني دي اول مره صحيح نرى اعضاء بالبرلمان ينقلبون على رؤساء الكتل، يعني رئيس الكتل يوجه شيء ويجي البرلماني يطرح شيء اخر خلاف. ولذلك على على السياسيين العراقيين وعلى الاطار، انا اوجه كلامي للاخوه في الاطار التنسيقي، تمام، أن يذهبوا لمن يمتلك الأغلبية، بما أنه نحن الآن أمام باب موصد، لنذهب إلى الأغلبية التي تملك الأغلبية، لأنه حتى بالتشريعات عندما تقف أمام سور تذهب إلى أين؟ عندما تغلق الأبواب تذهب إلى رأي الأغلبية، أنت تكون مع الأغلبية خير من أن تكون مع الأقلية. بالمحصلة اليوم تقدم 46 نائب مع الإخوة في تحالف الصدارة أصبحنا 46 نائب، بالمحصلة لم يبقى سوى 31 نائب من الكتل الأخرى شركائنا في المكون. على ذلك رأيي إلى الإطار التنسيقي أن يمضوا برأي الأغلبية حتى يمشي المركب، حتى لا تبقى نزاعات وحتى لا يشق الصف ايضا. حتى نختم هذا السيناريو، بالنسبة لكم مثلا تقدم بقاء المندلاوي أفضل من أن يأتي العيساوي لو ما عندكم هذا التفكير؟ لا ما عندنا هذا التفكير، نحن نريد أن يتسنم المنصب شخصية وطنية سنية لكي يأخذ المكون استحقاقه، والأخوة في الإطار يعلمون ذلك وهم يريدون أن يعطوا الاستحقاق لصاحبه، لكن الإطار أصبح منقسم، هذه هي المشكلة، ولذلك ولدت شكوكا وآراء عند الآخرين بأن الإطار التنسيقي ينتهج نهجا هذا الانقسام انقسام فني لو فنية فني لو فنية، يعني فني فنية للبعض 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 بكل الكتل، يعني مو بس الإطار. مو احنا دكتور محمود احنا ليش نذب الحمل على الإطار؟ لان هو صاحب الاغلبيه يقدر يحسمها. يحسم. يلا نتحملكم ما يتكلم ما يخالف غير التقويم كبير. شكرا كبير دائما يتحمل خوتنا. شكرا جزيلا دكتور عمر الجميلي، اشكرك جزيل الشكر عن حياتك التقدم، واستاذ محمود الحياني شكرا جزيلا لحضرتك انت حلف الفتح، ودائما احييكم سادة المشاهدين على طيب المتابعه، الى اللقاء.